تحية للحضور الكريم، تحية للأساتذة نساء موفد إندوا. نحاول نختصر لأن مازال تبعنا الوقفة. نختصر شرفا. بغينا نسمعوا. لا لا شوف شوف، كاين واحد الجيل ديال الشباب اللي بغى يسمع الحقيقة منك. غادي نفتح واحد القوس، واحد النقطة شرعها أستاذنا الكبير أستاذ الجامعي، وهي واضحة يعني وضح فيها لماذا لم يستدعى أي العيسى. أنا هذا غا قوس، لماذا لم يستدعى عبد العالي حامد؟ ما ننتظروش شيء كثير، لأنه إذا بغينا خصنا نضلوا على استقلالية السلطة القضائية. أما الآن فاش وكما شاء الاستاذ حاجي بانه راه بالديران ما غنسلم، قال ما غنسلموش، والفتاوي تصدى، فما غنتظروش شيء كثير. نضالنا هو نضال طويل. فيما يخص علاقتي انا من رفاقي في الجيد وصديق ديالي وكنسكن انا وياه في حي القدس بفاس في غرفة واحدة، وشاركنا الحلوة والمرة. أيت الجيد هو واحد الإنسان ما عشت معه مدة طويلة، إنسان بسيط، إنسان خلوق لا يؤمن بالعنف ولا والظروف أصادوها بعض الإخوان على الظروف ديال الاغتيال ديالو، لأنه اغتال بديك الطريقة، ما كانت لا مواجهة ولا هم يحزنون. تعرضوا لي غنعاود باش، لأن أنا عايش ديك الفترة ما عرفتها، وراه ما فاش نرجع نهضر على ديك الاخر واحد الجرح، ما تنتفادى نهضر على ديك الفترة لأن عشنا. الرفاق الإخوان، الإرهاب اللي تتشوفوا دابا عشناه في الجامعة حنا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات بالسيوفة وبكذا، وإن النهار اللي عشتيه تتقول هذا النهار راني فلت بيه، لأنه كيفاش دايرو؟ وكان تحالف واضح ديال المخزن، راه تيهجمو إلا غلبناهم، إلا غلبناهم تيدخل البوليس يعتقلنا، وإلا جراو علينا البوليس تابعنا. راه عشنا ظروف ما واخا نحاول نوصفها، لا اللغة لا تساعد على الوصف. راه الظروف اللي عشنا في ديك الفترة، وكان تحالف واضح ديال المخزن مع الخوانجية من أجل القضاء علينا. فنرجع لأيت الجيد. أيت الجيد يعني، لأن أنا تعتقد بميل بتهمة قتل أيت الجيد، رفيق ديالي ساكن معاه تعتقد بتهمة ديال قتل أيت الجيد. ومنين؟ لأنه كيفاش جات هاد التهمة ديال اعتقال أيت الجيد؟ هاد المتابعة ديالي. رجاء أن شد الباب، شد الباب الله يرحم والديك، شد الباب. أسدنا ذاك الباب. والإخوان حاولوا ما أمكن تستمعوا المداخلة ديال رفيق أيت الجيد، لاعتبار على أنها لعبت واحد القضية ربما الأغلبية ما كيعرفش شكون هو السي الشرقاوي. السي الشرقاوي هو معتقل سياسي وأحد أبرز قادة الحركة الطلابية في دار المهرس جامعة محمد بن عبد الله. هو أيضا من الضحايا المباشرين ديال العنف ديال حركة الإسلام السياسي في المغرب. ربما هذه أبيات ستقدم باش الناس تنتبه للمداخلات. حنا كنسمعوا دابا شهادة حية الواقع الإجرام ديال هذه الجماعات، دونك نتمناو أننا نستمعوا بنوع من التركيز. من التركيز، الله يكثر خيرك. قلت على أنه منين تغتال أيت الجيد وفي الحي ديال سيدي إبراهيم، يعني في الطاكسي ما كانت لا مواجهة في الجامعة ولا هم يحزنون، رصدوه حتى كان راكب غادي طالعين للقدس فين ساكن أنا وياه هو والحدي والخمار، واعتردوا السبيل ديالو ونزلوه من الطاكسي بالعنف واعتدوا عليه وقتلوه. ومنين تعتقل عبد العالي حميد الدين؟ كيفاش تعتقل؟ لأنه كان تيدرس معايا في السنة الثانية عبد العالي حميد الدين كلية الحقوق. السيد اللي ما كانش عنده اللحية كان تيلبس مزيان تيبان أنيق، فجا البوليس لأنه ما قتلوه أمام أنظار البوليس،
كاين بوليس تنظم سيركيلاسيون في ديك الجهه في الحي الصناعي. يعني قالوا هذا غيكون شي واحد من القاعديين. الاخرين تيخليو اللحيه يعني ما غيشدو هذا شي واحد يبان انيق داير سميتو منين دارها لانه هو وكنا تنديروها تدير بحال لا فيست وهادي تتوقع منين تدخل في شي شارع تتمسح يديك هكذا وتم غادي تيقولوا هذا لا من هذاك الشيء اللي كان دار هو منين غادي نشكو قالوا هذا غيكون شي طالب عادي شي واحد مع القاعديين اعتقلوا منين وصلوا به للامن الاقليمي يمكن هذا غتخمين لقاو انه مع العداله وكذا والتصريح جا ديالو انه كان كنت صغ هو بحنا كنت مع الدكان الشرقاوي اللي هو انا الحدي والخمار واسماء اخرى ديال القاعديين وبلغ انا تنقول دابا بالحرف التصريح ديالو امام الضابطه القضائيه وبلغ الى علمنا ان الخصوم ديالنا تنظموا حلقه جماهيريه في الساحه الجامعيه وطلعنا عند حدي والخمار لان حنا هادو اللي ذكر كلهم ديال الحقوق وطلعنا عند حدي والخمار من كليه العلوم وكالعاده جبدنا السلاسل والهراوات وهجمنا عليهم دابا هذا واحد قاعدي تيسرب دابا هذا قاعدي تيسرب وهجمنا عليهم ووقع ما وقع في الوقت اللي ما كانش لا مواجهه شد في الشارع العمومي وامام البوليس اللي تينظموا السيركيلاسيون وتنفذوا العمليه بل اكثر من هذا والتاكسي مول التاكسي الله يرحمه مسكين راه شهد بانه انا هزيته من وسط الساحه واش كانت شي مواجهه لا ما كانت لا مواجهه لان فاش تتكون شي صداع ما تندخلوش للجامعه وهو تيقول لهم طيب مزيان بناء عليه صدرات في حقي مذكره ديال المتابعه غنتقل في 94 وغنقول شي احداث لاول خطره غادي نصافح بها تعتقلت في مدينه سيدي سليمان وتم نقلي في البحث جبدوا لي جوج ملفات ديال القتل واحد شي واحد من فلوش عنده صواديق وكذا ديال ليدو لا وتبعوا الملف ديال ايت الجيل وخلاص ملفات اخرى شي 20 ملف في الملف بداو معايا بدا بالملف لان انا غنوضح واحد القضيه المخزن كيفاش كيلعب في البلاد جبد لي الملف ديال الاخر من بعد الاخذ والرد وكذا ورفضي وهذه من بعد شي جوج سوايع وكذا قال لي هذا غنخليوه مازال ابار من بعد ونرجعوا لي بداو بالملف ديال الجيد كذا شويه اللي تيحقق معايا جرني وخرجت من القاعه ديال التحقيق قال لي يا بنيتي بهاد الصيغه واش بغيتي تمشي بحالك ولا بغيتي الحبس جاوبتو انا قلت له انا حنا ماشي مازوشيين تنوجدوا راحتنا في تهذيب دواتنا نحن نناضل من اجل الحريه ونبعد عن الحريه قال لي من هنا ما غترجعش للقاعه غتهبط بحالك دابا ولكن بشرط قلت له شنو هذا الشرط قال لي غتمشي انت وصحابك وهذه غنقولها لاول خطره مع الجماهيرية غادي تمشي انت وصحابك وغادي تجيبوا لينا محب عمر دقدقوه ديهم في غير ما تقتلوش الله يعاوننا ويعاونك من هنا هبط بحال قول واخا وسير بحال ولكن ما غاتجيبو انت وصحابك المهم جيبوه شدوهم دقدقو خليهم ماميو ونعطيك النوامم ديال التليفون وجيبوه قلت له واش حتى لهالدرجة أنكم عجزتوا أنكم تشدوا هاد المحب راه قتل صاحبكم دابا ما بقيتش أنا قاتل ولا محب عمر والمجموعة هي اللي قتلات وراه قتل صاحبكم حتى نتوما شدوه دقدقوه ما تقتلوش خليوه مرمي وغوتوا لينا نمشيو نجيبوه قلت له واش حتى لهالدرجة أنكم عجزتوا أنكم تشدوا محب عمر محب عمر تيبريباري في القهاوي تيخرج من الجامعة تيمشي للمدينة القديمة تيمشي للقدس تيمشي لكذا يعني إلا بغيتو قال لك حنا بغيناكم نتوما قلت
قلت له اذا انتم الهدف ديالكم هو تحويل الجامعه الى نهر من الدماء. في الوقت اللي نشدوا اكثر من هذا قال لي راه نتكرسوا على رفيق ديالكم جرير نور الدين وسلموه لينا. قلت له انا اذا الهدف ديالكم هو تحويل الجامعه الى نهر من الدماء. واش ملي غنشدوا حنا وغادي ندقدقوه وغيحكمهم هما رد الفعل وغنبقاو حنا وحنا الا كانوا هما تيلعبوها بالطول فاحنا لا قناعتنا ولا مبادئنا تسمح لي تسمح لينا نلعبوها بالطول. قال لي العفو دخل لامك تواجه التهم ديال القتل ورجعنا للقناعه. هنا دابا بناء على التصريحات ديال هذا المجرم ديال عبد العالي حميدتي هما في ذات الوقت ما قالوهاش ما قالوش بان عبد العالي حنا درنا لك متابعه بناء على التصريحات دمصوها ما عرفناش ما عرفتش انا بان هذا اللي غنصرح بانه كان معايا. غيمشي الملف غيستمر غندخل للسجن وبتهمه ديال قتل اي تلجيم ومن داخل السجن خطوا اضرابات عن اضرابات عن الطعام اخرها اضراب 43 يوم. ولي كان ذاك الوقت وزير العدل العزيمان زيان وزير حقوق الانسان عبد القادر الشاوي كان في وزاره ديال العدل وزارنا زارني عبد القادر الشاوي زيان وزير حقوق الانسان بتهمه القتل ولم يطلق 43 يوم اضراب لا محدود الا من بعد ما تفضح الملف كيفاش تيتهم واحد رفيق ديال ايت الجيل تيتهم قتل رفيق ديالو يا ساري تيقتل يا ولا قائدي تيقتل قائدي في الوقت اللي العالم تيعرف بانه الظلاميين هما اللي قتلوا ايت الجيل. انا لا فزرني تنقولها كانت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان حاضره فرفاس وعضو من اللجنه المركزيه ولجنه الدعم والدعم. قال لي زيان بالحرف تنهضروا على استقلال القضاء كاين لا استقلال لا ميحزن كيما دار القمان لا زالت على حالها. قال لي زيان بالحرف من بعد ما ناقشنا الملف ولا ديك الساعه نهار 42 يوم قال لي زيان ثق فيا لان انا ما عنديش غير ما عنديش انا اطلاق صار انا عندي تحسين وضعيه الوضع ديالي لان مازال انا في التحقيق. قال لي ثق فيا ثق فينا وغنتصل الملف شموليتو وغادي تمشي بحال. كان جوابي الا غتناقش معايا المطالب الماديه اهلا وسهلا ما غتناقش ما تهضرش معايا بشي حاجه اما البراءه ديالي فراه عندي الحجج والدلائل. كنت حاضر الجمعيه وحاضر وغدا تمت الاستجابه للمطالب ووقفت وبعد ثلاث شهور دزت في محاكمات الا محاكمه ولم يحزنوا الحراس ديال تنقول لهم حنا لي زواكس اللي تيقولوا شناو ودايرين شكايات ودايرين جاو تيقولوا هذا ما تنعرفوش انا كلشي مفهوم. علاش؟ لانه ما بغين تهمه القتل القتل فضح الملف ديال عيد الجيد قتلوه الخوانجيه وتم اطلاق السراح ديالي. فين غيبان عبد العالي والملف ديالو؟ غنجيو غتجي هيئه الانصاف وهنا تنقول للاخوان في المؤسسه كاينه واحد النقطه ما تيركزوش عليها وعيد الجيد قتيل مرتين بالنسبه ليا اغتيل من طرف القوى الظلاميه وهذاك عدو واحد واضح وعندنا معه صراع واغتيل عندما عوضت هيئه الانصاف والمصالحه عبد العالي حميد الدين وعوضته على جريمه قتله وهذا هو بالنسبه لي اغتيال ابشع لانه هنا تيبين قدمنا ملفات وحده يعني مادام هو مصرح معايا وانا كنت معاه وكذا ايوا راه دفعنا دوك المحاضر المحضر ديالو غيلقاو سميتي غيعطيوه 82000 درهم وانا غيقول لي الملف ماشي من اختصاصنا فهموها. وانا بالنسبه لي هنا الاخوان دابا ما كاين لا هيئه الانصاف والمصالحه لا والو الاخوان كاشخاص اللي كانوا في الهيئه على الاقل خصهم يعتذروا للشهيد ولو كافراد كافراد ان ما بقات كافراد لان راهم عوضوا مجرم
82 ولا 86 المهم سميتو. يعني هنا والسيد قاتل وشدوا ايدين التعويض كان ما كانت لا دراسه ولا هم يحزنون. كون رجعوا غيلقاو القاتل يلقاو كذا ربما يلقاو تسميتي انا معاه في المحضر يقولوا هذا يمكن نعوضوا ما حشومه. هنا انا بالنسبه لي الاخوان في الهيئه في المؤسسه راه حتى الهيئه خطات وحتى الهيئه اغتالته مره اخرى فاش عوضاتو. هذه لانه الملف ديال اي تجي راه النضال فيه وخص هنا فين راه كما قال الاستاذ فين هما هاد الاحزاب الديمقراطيه؟ فين هما هاد الحداثيين؟ هذا ملف من الملفات. فين هما الرفاق بن عيسى؟ لانه حنا فاش تنقولوا هذا الملف ماشي لانه قاعدي كذا، هذا شهيد ديال الشعب المغربي، شهيد ديال الشعب من اجل الفكر المتنور، من اجل الديمقراطيه، راه ماشي قاعدي ولا ماشي قاعدي، هو ديال الشعب. خص كل القوى الحيه في البلاد اللي تعتبر نفسها حيه، واخ انا راه ساكن في جبل في الباديه، وسائل التواصل ضعيفه وما كاينش تاريخ، وحنا خارج التاريخ، ولكن يحس في نفسي تنسمع القوى الحيه ومنين تدخل نخرج شي خطره نشري شي جورنال ولا شي حاجه وتنسمع تيحس في فين هي هذه القوى الديمقراطيه؟ انت تبغي تتحرك تيشنوا عليك حمله. هذا ملف اللي خص كل شيء يتوحد عليه، لان بهنا غنأسوا غناضلوا من اجل استقلال السلطه القضائيه كيف ما بغى يكون. وزير كيف ما بغى يكون يجي يتحاكم كما تيجيبوا مواطن بالقوه العموميه من الجبل على صفق واحد وتيعتقلوا وما يجيبوش واحد في المؤسسه التشريعيه وقاتلوا تيغطيو عليه، راه عار هذا. هاد الشيء فين هي هاد القوى الحيه من هاد المنبر انا وسمي حتى الاعلام اليوم تيتعامل ولا ماشي اعلام الا من رحم ربه، كل شيء تيرتزق، كل شيء ولا تيتصارع على المقاعد على المناصب، ما بقى لا نضال ولا هم يحزنون، والخطر يداهم البلاد. دابا حنا تنهضروا خرجوا للباديه وتشوفوا الناس كي عايشه، راه الظلاميين تيزحفوا، كانت الباديه تعتبر مخزنه الان تيزحفوا واش متي راه تيعملوا على خونجه المجتمع بما المدينه والباديه، وتتعرف الباديه لا تخونج، راه كثار من هذوك ديال القصدير وكثار من سميتو، راه شي خطير. حنا كنشوفوا غير بعضياتنا في القهاوي وكذا ولابسين، ولكن خرج للاسواق الاسبوعيه وتشوف الخدمه ديالهم، واللي عنده شي مشكل ولا شي اسبوع ولا عنده شي صدقه ولا عنده شي واحد شي دفين ولا عنده، حنا تنصطادموا ولينا نصطادموا معاهم في الموتى في السبوع، يجيبوا لك الناس يبغي يحدث وتنصطادموا بهم. الباديه راه خاويه يعني، وهذا خطر. ومن هذا المنبر تناشد كل القوى، ما تبقى من القوى الحيه ومن المناضلين على انه هذا ملف من الملفات اللي خصها توحد عليها، يتوحدوا عليها والدفع فيها في اتجاه تقديم الجونات للمحاكمه، ماشي تقديم، راهم دازوا شي ثلاثه وحكموا عليهم بالبراءه ولا اربعه، وتكون محاكمه عادله من اجل ارجاع الحق لروح الشهيد، ماشي ست شهور لان عجبوا الحال ولا طلعت ليه، راه الناس تيقتلوا وتيعرفوا علاش، وغادي وشي تيهدوه وشي تيصفيوه، وهذا راه خطر. وتنختم وشكرا لكم.